وأن المنقلب بعد ذلك إلى دار الخلود. نعم. وأن كل ما في هذه الدنيا عابر، وأن هذه الدنيا في الآخرة ليست إلا ومضة أو لحظة. هذه الدنيا متاع، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية. فالمسلم يجعل الدنيا كلها وما يقع فيها في حيزها بالنسبة للآخرة، فتهون عليه المصائب ويتقبلها برباطة جعز وثبات، وينتظر الجزاء الأوفى عند المنقلب إلى الله عز وجل. ونعم بالله. ولذلك نعلم ويعلم كل مسلم أن كل ما يصيبه في هذه الدنيا إنما هو يصيبه في حياة قصيرة عابرة، والمنقلب بعد ذلك إلى دار الخلود، وإن كل شقاء فيها ينسيه نعيم الجنة، وكل نعيم في هذه الدنيا ينسيه عذاب الآخرة. وقد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد في قوله: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. يعني هذا عاش في الدنيا في غاية النعيم، حتى قال النبي: أنعم أهل الدنيا، لكن مصيره إلى النار، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط. هو غمس في النار غمسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأبعس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط.